هذا ميساج للمرتدين، سادة لليهود والمسيحيين. أمنا بربي لكن كل واحد فينا عنده دين، لازم نتحاوروا باش نوصلوا لليقين. تسأل يهودي يقولك ديني هو صحيح، تسأل مسيحي يقولك ديني هو صحيح. هذاك علاش خويا لازمنا توضيح باش نثبت لك اللي ديني هو صحيح. مع كامل احترامي لجميع الأديان، الإسلام هو دين الحق وعندي البرهان. أول دليل العجاز في القرآن، كل ما العلم يزيد يتطور كل ما الحقيقة تزيد تبان. الكتاب اللي تنزل عنده 1400 سنة، قبل ما تشكك فيه بر اسأل العلماء. اسأل كيف مور على خلق الإنسان، قلو شنو اللي خلاك تستعرف بكتاب القرآن. أقرأ الكتب وبربش في الاكتشافات، اسأل عن خلاف الجوي وعلى 7 سماوات. علم في جار الكبير، اسأل عن بدايات وأقرأ الآية 47 من سورة الذاريات. كله موجود في القرآن يا عباد، كيفاش باش يعرف محمد اللي الجبال كي الأوتاد. كيفاش تقولوا نبينا كتب الآيات وهو عاش في عصر الجاهلية والظلمات. كل موضوعي خويا وخمم مرة بالعقل، نبينا كان أمي ما كانش فما علم قبل. وزيد عمره ما خرج من الجزيرة العربية، كيفاش باش يفهم بالضغط الجوي والجاذبية. بل 14 قرن وصف في الكون بالتفصيل، خاطر القرآن بلغوله سيدنا جبريل. شهادة قريش رسولنا كان أمين، كان قدوة الخير قبل الوحي والدعوة للدين. نحب نوجه كلامي للمسيحي بالخصوص باش نثبت لك اللي كتابك خويا محرف ومنقوص. التناقض في الإنجيل كان واضح من البداية، 24,000 نسخة وكل نسخة تحكي في حكاية. لازمك تعرف خويا القاعدة شنية تقول من فوق، غلطة واحدة في كتاب دين تردو مش موثوق. فما بالك برشا غلاط موجودة في كتابكم، قروها 32 من أكبر علمائكم. خاطر كان شاكتب كم على حق وصحيح، رانا لقينا انجيل واحد من غير حتى تنقيح. خويا كل مره صريح ما دامك تمن بعيسى، مال علاش مقسمين كل واحد تابع كنيسه. ياسر تناقضات تشوف بعينيك، كتاب جيمس مش كيما الكتاب اللي عند الكاثوليك. ما تحاولش تبرر وتلصقها في الترجمات، خاطر اللغه عمرها ما تبدل في عدد الايات. وباش تتاكد اللي الانجيل تعرض للتدليس، علاش في الصفحه الاولى تلقاه وفقا للقديس. مطلوقه مرقص ولا وفقا ليوحنا، لمن كان بالانجيل اللي وفقا لعيسى تهنا. خويا استنى شوف التناقض لي في الكتاب، مره مسيح الابن ومره تقولوا عنده انساب. بعد ما سميته 66 اسم الاجداد، ياخي مش قلتوا ولد ربي فسروا لي عباد. حلوا مع بعضنا الانجيل قبل النقاش، نقروا سفر يوحنا من جزء 3 ل16. استغفر الله مكتوبه باللي ربي ولد المسيح، وبعد شي تقول كتاب الانجيل هو صحيح. ما تحكيش بالمعتقد اعطيني سند، ما دام تشكك في اللي ربي لم يلد ولم يولد وزدتوا شركتوا بيه. ما امنتوش بالتوحيد، امنتوا بربي والروح القدس وابنه الوحيد. يعني المسيح هو اله بالنسبه ليكم، رغم اللي هو تعلق على الصليب قدام عينيكم. هذاك علاش انحبك تفيق من نوم، مادام اليهود طلعوا اقوى من الهكم المزعوم. استغفر الله خاطر سيدنا عيسى كان رسول مش اله خويا كيما انت تقول. اقرا يوحنا الجزء 28، قال لكم معجزاتي كل بفضل رب العالمين. وزيد برشا كلام ما يتقالش في كتاب دين، كيما اللي في ايزيقيال الجزء 23. نتحداك تقراها قدام والديك، استغفر الله تكون واحد يوسف في فيلم ايروتيك. كلام نتحدى بيه اي نصراوي في العالم، عيني عينك ولا تكياني دعوة لجنس المحارم. وعلاش في برشا نسخ عملوا لها تنقيح، اسألوا شرشي وحدك تلقى باللي كلامي كله صحيح. حكيت مع النصارى توا مع اليهود باش نثبت لك للتحريف في كتاب التوراة موجود. نرجع بيك 14 قرن قبل الميلاد، وين بلغ سيدنا موسى رسالة من خالق للعباد. سيدنا كان يتكلم بالهيروغليفية، هذا قبل ب100 سنة من اللي باش تطلع اللغة العبرية. سؤال يطرح نفسه بقى من غير إجابة، وين كتاب نبينا موسى اللي باللغة الأصلية. نتحداك أرجع الأرشيف وتاريخ اليهود، اسأل على التوراة الأصلي خويا تو تلقى مفقود. الكتاب اللي في ديك فيها حكايات منفوقة، خاطرو لم ترجمات من مصادر مش موثوقة. خاطرو جمع برشا روايات، وقت اللي تكتب تلقى فيه برشا كلام لسيدنا موسى تنسب. حل عينيك على الحقيقة قبل ما تقولي راك تخرف، مادام ما فماش الأصل ديزولي كتابك محرر. تحريف في المضمون ياسر خطير، باللي كان محرم حللتو لحم الخنزير. باللي كانت تلاقى حرام تحرف هو الأحلام. سيبغي فما صفار صحاح أما صدقني غلال، نعرف اللي من داخل تخاف للحقيقة.
الموسيقى تبان سيختو كي تسمع اعترافات عالمكم سلمان لازم تسمع لديانة احكيت بالدليل كلابكم ياسر متناقض اكثر حتى من الانجيل حلوا التورات نقروا سفر التكوين كانت حب تبع معايا نوريك التناقض فينا بداو بتاريخ خلق الشمس بالنار مكتوبة مرة نهار الاول ومرة رابع نهار ويقول لك في اليوم الخامس اتخلقوا الحيوانات وسيدنا ادم اخلق في سادس ليامات والتناقض يظهر في نفس الآية قل لك آدم تخلق قبل الحيوانات والنبات خويا كل موضوع يخلي الحق يبان فما كتابة صح من كتابك اسمه كتاب القرآن آخر كتابة نزل وما فيهوش أخلاط يمن كان برب واحد وما غير تناقضات جرب اقراهتا وتعرف قيمته كمام 365 مرة تذكرت كلمة ليام لا تقولي صدف لا تقولي مفارقات خطر السبع سماوات تذكروا سبع مرات 167 مرة تذكرت كلمة الحسنات 167 مرة تذكرت كلمة السيئات 50 ذكر للناس 50 ذكر للأنبياء 24 للرجال 24 للنساء قبل 14 قرن عاش في المدينة المنورة قولي كيفاش باش يعرف نبينا للأرض مدورة كيفاش باش يعرف الخير في الجوي في السماء أقرأ الآية 38 من سورة الأنبياء حب نوجه كلامي اللي ارتدوا بالإسلام شاف في بالك وقت اللي صلي تتنحى لي بخبلام نو الدنيا امتحان وربي ابتلاك لازم تسعى لليقين بكل ما أتاك نورمال موت تحمد ربي كونك تشرب وتاكل ما تبرر ليش خاطر كلنا عندنا مشاكل منتي خرجت من الملة خويا وبعد دينك مالكي نعمة الإسلام كانت قدام عينك نحبك تقف نهار وحدي قدام المراية تفكر الأدلة اللي عطيتهم لك بالآية بالآية اسأل روحك علاش الإسلام بالذات مكروه علاش لي غني عطينا عمرهم ما يعدوه لازم تتذكر اقبل ما تشكك فيه اللي الاسلام هو اكثر دين تعرض للتشويه اقبل ما تحكم عليه اقرا ايه من اياته ما تخليش تفكيرك مربوط بالناس اللي سبات نعرف اللي دينكم يستحق كل تقدير فيه دعوة للأحسان للتسامح والخير لا أكرهها في الدين لا لي متعصب لا متطرف نخاف عليك تربط حياتك بكتاب محرف دينا وصانا باش نكونوا شرفاء ما تكون مسلم كان ما تمن ببقية الأنبياء ما تكون مسلم كان ما تحترم بقية الأديان ذاك علاش حكيت معاكم بالحجة والبرهان خاطر كان باش نحكوا على القرآن في حد ذاته نهار كامل ما يكفيش باش نحكي على معجزاته عطيتك شوية أدلة إن شاء الله يكونوا كافين تيتر هذا ميساج ليك وزادة للمسلمين خاطر ما نكذبش عليك وصلت فترة شكيت قلت شنو الضامن اللي أنا في الدين صحيح مشيت ما كيش رشيد حمد لله تيقنت الإسلام هو دين الحق اللي به آمنت اللي به آمنت أوكي جيتو أنا منفوش أنا سيتي